خلينا نبدا بالخبر الاول. وزاره الصحه اعلنت عن مسح 5,385,335 مواطن ضمن مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء على فيروس سي والكشف طبعا عن الامراض غير الساريه. والحقيقه انه قد ما نقول على انجاز الدوله والناس بس اللي بتتريق على كلمه انجازات، انجاز الدوله المصريه في التعامل مع ملف فيروس سي قد ما نقول لن يكفي، ولن نعطي الدوله واجهزتها الحق حقها الكافي في ان نقول لهم شكرا. لانه والكلام ده كتير قلناه قبل كده، فيروس سي احنا كنا وصلنا لمرحله في يوم من الايام في وقت من الاوقات كنا اعلى دوله في العالم الاصابه بفيروس سي. واللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه وما كانش عنده حالة فيروس سي في أسرته أو في الناس المحيطة ليه، لا اسمح لي أقول لحضرتك أنه مرض صعب جدا جدا وتداعياته صعبة جدا على المريض طبعا أولا وعلى المحيطين ليه. مرض بيمنعك من المشاركة في الحياة، مرض أعراضه الجانبية فيما بعد، تطورات المرض فيما بعد صعبة جدا وثقيلة جدا جدا ومكلف العلاج فيها بشكل غير طبيعي، مكلف جدا. وبالتالي عندما نصل النهاردة ان احنا، ودي برضو مش كلمة فيها مجاملة، دي كلمة حقيقية من الواقع، هناك دول في العالم بتسأل مصر انتوا ازاي بعد ما كنتوا اعلى نسبة في العالم بالاصابة بفيروس سي، النهاردة في امريكان وفي المان وفي جنسيات وفي عرب، في جنسيات كتيرة جدا النهاردة بتنزل مصر عشان تتعالج من فيروس سي. لانه مصر قدرت في وقت من الاوقات انها تفتح الافاق وتفتح مجالات كثيره جدا للتعامل مع بروتوكولات وتحتوي او يعني تتضمن في رحله البحث عن علاج فيروس سي بروتوكولات، وتعاقدت مع كبريات شركات الادويه في العالم. وبالتالي الدواء اللي بيتباع النهارده معرفش بكام، $1,000 بره، احنا في مصر عندنا هنا بنوفره للمواطن المصري باسعار محترمه جدا زهيده جدا، والمواطن بيكشف وبيتعالج بالمجان. الحقيقة انه كمان الصور بقى الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي، طبعا اسكندرية الجميلة اللي يعني دايما اهل اسكندرية دول والله بيتضرب بيهم المثل. انا دايما الاسكندرانيين بيفكروني قوي باخواتنا في لبنان، محبين للحياة، القرب من البحر دايما بيخليك كده مبتهج وحابب الحياة ايا ما كانت الظروف ايه. وزارة الصحة شاركت النهاردة في ماراثون اسكندرية أليكس رانرز، وده الحقيقه مجموعات زي عندنا هنا في مصر كايرو رانرز، مجموعه الشباب الجميل اللي انا بحترمهم وبحييهم جدا، ينزلوا كده مثلا كل جمعه او كل فتره ينزلوا كده ينظموا جاريه بنسميها جاريه كده، وتلاقي مئات المواطنين نازلين يجروا معاهم. ده حصل النهارده الصبح بس مع أليكس رانرز مجموعه اسكندريه اللي بيجروا. الوزاره يعني طبعا نزلت معاهم ونظمت الماراثون ده او شاركت مع تنظيم هذا الماراثون. كان في نقطتين طبيتين مكونتين من 4 فرق طبية قامت بمسح المشاركين في الماراثون والمواطنين، يعني المواطن وأغلبهم شباب زي ما احنا شايفين، نزل جري عمل رياضة على الهرمونات السعادة كده عنده، وعمل كشف مجاني على فيروس سي. الحقيقة انه وزارة الصحة والسكان ما زالت بتناشد جميع المواطنين بالتوجه الى النقاط الطبية للاطمئنان على انفسهم. فيروس سي من الامراض، انا مش طبيبة بس حضراتكم يعني اي حد مش متأكد من الكلام ده ممكن يسأل، فيروس سي ممكن المريض بيه يقعد سنين طويلة مش عارف ان عنده الفيروس، يكون بيسموه خامن، في حالة خمول الفيروس في الجسم، وفجأة تلاقي بقى كل الأورجنز أو كل الأعضاء بدأت واحدة ورا التانية تتعب ومجهود وصفار وتعب ومش قادر. لو من الأول خالص ومن المراحل المبكرة اكتشف المريض ان عنده الفيروس ده هيتعالج بإذن الله، ومش هيعدي بقى بكل مراحل التدهور اللي بتحصل في النهاية. الخط الساخن وبنفكر بيه، وكمان ده دورنا في الإعلام لأي حد عايز يسأل مبادرة الكشف على فيروس سي والأمراض غير السارية دي نعمل إيه، طب نروح نكشف فين، ويتأكد للمرة الألف إنها مجانا مش هيدفع ولا حاجة. الخط الساخن 15-335 15، وده موجود على الهواء 15-335. في كمان الموقع الإلكتروني www.stophcv.eg، ده الموقع الإلكتروني لو حد على الإنترنت عايز يدخل يسأل، يبعت ميل يسأل على أي حاجة، وهتلاقي إن شاء الله معلومات على هذا الموقع.